امي في يوم من الايام كلمتني وقالت لي يا ابني عشان خاطري ابني مريض جدا وبيموت، يا ابني بالله عليك تعالى ذكره بالله. قدام مشاعر الام وضعفها في لحظه زي دي طلعت جري ورحت لهم البيت، ولقيت شاب على فراش الموت خلاص وعلامات الموت خلاص كلها ظاهره واضحه، صحابه واقفين على يمينه والاب والام والاخوات واقفين على الشمال. فانا دخلت واول شيء شغلني في اللحظه دي نظرته لوالده ووالدته ونظرته لاصحابه. نظرته لوالده ولوالدته وهي كانه بيقول لهم انتوا هتسيبوني لوحدي، وهي كانه بيقول لهم اعملوا اي حاجه بس انا مش عايز اموت. واستشعر والله يا اخوانا نظرته لاصحابه هو قد ايه بيلعنهم الان بسبب ذنوب ومعاصي اوقعوا فيها. طلبت ان الكل يخرج وقعدت اتكلم معاه واحده واحده، فبذكره برحمه الله. قال لي الرحمه دي مش للي زيي يا شيخ، ده انا زنيت وشربت خمر وفعلت وفعلت وفعلت. قلت له يا ابني انسى كل ده، رحمه الله اوسع من كل شيء، هو ده معنى كلام الغزالي ما تواتر فعله في الحياه يعود ذكره على القلب عند اللمات. تذكره بالله لا يتذكر، تنصحه لا ينتصح، انك تقوله طب قول لا اله الا الله وسبحان الله مفيش، وفي النهايه يفضل يردد الكلمه انا زنيت انا زنيت انا زنيت، فعلت فعلت فعلت، علشان الروح تخرج ويردد هذه الكلمات. وما تكلم بكلمه التوحيد عند موته